السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام معنا في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج هذا المساء، ونعيد فيها على كل سيدة سواء كانت في البيت أو في العمل. عيدكن سعيد، عيد امرأة سعيد، وكل عام وأنتن بخير. إذا في هذه الحلقة الاستثنائية من برنامج هذا المساء سنخصصها للحديث عن ماذا تحقق للمرأة الموريتانية من إنجازات سعيا لبلوغ مرحلة تمكين المرأة، فما هي المشاكل التي تقف أمام المرأة وماذا تحقق لها من الإنجازات التي تم رسمها على مدى سنوات طويلة سعت فيها الحكومات المتعاقبة وخاصة في الفترة الأخيرة من أجل النهوض بالمرأة الموريتانية. قبل لنقاش هذا الموضوع نستضيف كل من الدكتورة زينب محمد رمين، المستشارة الفنية المكلفة بتمكين الفئات الهشة. أهلا وسهلا بك دكتورة زينب، طبعا مستشارة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة. أهلا وسهلا بكم. نستضيف كذلك السيد محمد الحسن، أو أولا نستضيف السيد السالك والجارب مدير إدارة الدراسات والتعاون والمتابعة، سينضم إلينا من مدينة كيهيدي. ومعنا هنا في الاستوديو السيد محمد الحسن والسجاد، المدير المساعد لنفس الإدارة لإدارة الدراسات والتعاون والمتابعة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة. أهلا وسهلا بكم. إذا قبل الدخول في النقاش نبقى مع تقرير لتمهيد التالي ثم نعود. ولا زمن الحصر في زاوية من البناء قصية، وغربت شمس النظرة التي ترى إسهام المرأة في مجالات معينة محددة، فالعصر عصر دمج وإشراك، ولم يعد الحديث عن الإقصاء سوى حديث عابر ينتمي للماضي البعيد، بعيد جدا عندما يفكر المرء ويقدر، وعندما يعرف ما وصلت إليه المرأة اليوم في مختلف مجالات الحياة، حيث الأبواب المشرعة للإسهام في التنمية والأيادي المبسوطة بالمنح المالية التي تخرج مشاريع الأفكار إلى الواقع. ثم التعليم، التعليم والتوعية والتدريب على مختلف المهن التي يتطلبها سوق العمل. إنه العصر الذي تتبوأ فيه المرأة الأماكن المتقدمة في عملية التقدم والازدهار، فهي من ترمي حبات البذر وتسقي الأرض، تنشد الاكتفاء وتخلق مما تجود به الثروة الحيوانية منتجا محليا يستحق الإشادة، وإنها هناك ترافق المريض بلسما وترسم بسمة على ملامحه وهو يرقب الشفاء، إنها صاحبة الأنامل التي تنسج بما أوتيت من قوة، وبذات الأنامل تصنع ألوان الأمل وتتطلع للغد المشرق. وإنه زمن الحديث والاستماع للمطالب، مطالب يرى مهتمون أن الحماية على رأسها بوجود القوانين الرادعة الواقفة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه انتهاك الحقوق، حقوق التعليم والعمل والحياة الكريمة. فماذا على صعيد قوانين الحماية والدمج والإشراك؟ وما مدى نسبة حضور المرأة اليوم في مختلف مجالات الحياة؟ أهلا وسهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، أهلا بكم ضيوفي الأكارم. بداية معكم دكتورة زينة، ننطلق من الشعار الذي تم رفعه هذه السنة للاحتفالية الرسمية بمناسبة عيد 8 مارس، عيد المرأة، 5 سنوات من الاستثمار في المرأة. ماذا خلف هذا الشعار؟ شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، شكرا لقناة الموريتانية على إتاحة الفرصة. أهلا بكم. ومن خلالكم أحيي جميع نساء الموريتانيات بصفة خاصة، ونساء العالم بصفة عامة، والمرأة في غزة لها تحية خاصة. صحيح. تحية لصمودها، وتحية لثقتها وإيمانها بالله تبارك وتعالى على النصر إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. تحية خاصة. أما فيما يخص شعار، شعار 5 سنوات من الاستثمار في المرأة الموريتانية،
هذا الشعار مستنطق من تعهد فخامة رئيس الجمهورية في برنامج فخامة رئيس الجمهورية، محور كبير يهتم بتمكين المرأة. من خلال هذا التعهد فم إرادة سياسية لإعطاء توجيهات للحكومة بالاهتمام بهذا المحور، تمكين المرأة في المجالات كاملة، تمكينها اقتصاديا سياسيا ثقافيا. وظهر ذاك جلي في تخليد العيد الدولي للمرأة في الموريتانية هذه السنة. ظهر ذاك جلي بترأس سيد الوزير الأول لجنة وزارية لأول مرة في تاريخ المرأة الموريتانية مهتمة بتخليد 8 مارس. هذه اللجنة الوزارية من أسبع قطاعات أعطت لهم تعليمات عنهم يخلدوا العيد مع قطاع العمل الاجتماعي. إذا كانوا السنوات الماضية يخلدوا القطاع ويعدل ياسر من العمل وياسر من التظاهرات والأنشطة الميدانية والثقافية والسياسية والاقتصادية، لكن القطاع وحده. هذا العام فم إرادة سياسية وجهت القطاعات على أنهم يشتغلوا مع القطاع على قضايا المرأة. إذا نحن في القطاع نشوفوا عند المرأة ذا اللي كنا نطمحوا له، عن قضية المرأة وإشكالات المرأة اللي عادت مطروحة على الطاولة تناقشها القطاعات كاملة. كلها من موقعه يدعم المرأة. لذا وخلد العيد هذا العام وفي ولاية قرقل مشاركة قطاع العمل الاجتماعي، طبعا مشاركة قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع مفوضية الأمن الغذائي، قطاع الزراعة، قطاع التآزر، وقطاع الصحة. إذا شكرا لك دكتورة زينة سيدة المستشارة. ضركاتي ننتقل للسيد سالك والجرب مدير إدارة الدراسات والتعاون والمتابعة معنا من مدينة كي هيدي. أهلا وسهلا بكم سيد المدير. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء النور سيد المدير. ما بماذا تميزت الاحتفالية اليوم؟ اليوم الاحتفالية تميزت بكونها لا ممركزة في ولاية غرغل، وتميزت أيضا بنشاط حكومي متعدد القطاعات لكي يعكس مستوى أخذ بعين الاعتبار قضايا المرأة في جميع القطاعات والسياسات الحكومية عند الحكومة. والنشاط اليوم في كي هيدي كان نشاطا كبيرا بامتياز نظرا لتعدد مكونات البرنامج التي تم إطلاقها بمشاركة العديد من القطاعات الوزارية، وبالتركيز على الكثير من المواضيع التي تهم المرأة من حيث التمكين السياسي والتمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والحقوق إلى آخره. والنشاط اليوم التي أشرفت عليه معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة تميز بحضور العديد من أعضاء الحكومة، وزراء ومفوضين في الحكومة. وفي هذا المجال تم التركيز على دور الذي تلعبه المرأة في المنظومة التعليمية وفي إرساء تعليم جيد، وفي ذلك الأساس تم تكريم مجموعة من المعلمات المتميزات في المقاطعات الخمسة من ولاية كي هيدي. وهذا التوجه جيد، لأن نريد أن نبرز الدور المحوري وتشجيع المعلمة أينما كانت التي تتميز في عملها للرفع من مستوى أداء المنظومة التعليمية عندنا. كما تم تكريم 5 قابلات نظرا للدور المحوري الذي تلعبه القابلة في الصحة الإنجابية وفي الحد من وفيات الأمهات والأطفال، باعتبار الدور الكبير الذي تلعبه في الخدمات الصحية القاعدية على مستوى المقاطعات والبلديات.
وتم تكريم تلك القابلات اليوم من خلال الحكومة، من خلال أوسمة وتشجيعات مالية معتبرة. هذا بالإضافة إلى توزيع كثير من التمويلات المتنوعة لصالح التعاونيات، وزعته تمويلات قدمتها وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، تمويلات معتبرة قدمتها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومحاربة الإقصاء تآزر، تمويلات قدمتها مفوضية الأمن القضائي، وتمويلات أيضا قدمتها وزارة الزراعة من أجل تشجيع المرأة على الإنتاج والتمكن الاقتصادي. هذا من جهة. أيوة. من جهة أخرى تم إطلاق برامج اجتماعية ذات الطابع الكبير من خلال إطلاق برنامج تحويلات مالية لصالح ما يزيد على 110,000 شخص فرد على مستوى ولاية غرغول من طرف المندوبية العامة تآزر بغلاف مالي يزيد على 900 مليون قديمة. هذا بإضافة إلى تحويلات مالية معتبرة للنساء معيلات الأسر، وتوزيع بطاقات التأمين الصحي على النساء بشكل عام في الولاية. كما تم إطلاق برنامج لتوزيع سلات غذائية على 39,927 أسرة، يشمل آلاف الأطنان من المواد الغذائية ستوزع على كافة مقاطعات الولاية الخمس. هذا بالإضافة إلى اعتبار المرأة الريفية التي توجهت إليها صباح اليوم قوافل ستمدها بمجموعة من الخدمات الصحية والاجتماعية، ستكون هناك استشارات صحية مجانية متخصصة في أمراض النساء والأطفال، ستكون فرصة للنساء الريفيات من أجل أن تصلهم خدمات متخصصة في المجال الصحي. جيد. هذا بالإضافة إلى برنامج محاربة سوء التغذية الذي تنفذه وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، الذي سيعمل جادا للكشف عن حالات أمراض سوء التغذية والتقديم لها المساعدات والإرشادات الضرورية. جيد. هذا بالإضافة إلى تقديم تمويلات أيضا. نعم. لأنشطة مدرة للدخل تشمل كافة بلديات ولاية غرغول، 31 بلدية. إذن هذا البرنامج كانت هبة حكومية كبيرة لصالح ساكنة ولاية غرغول، هي الأولى من نوعها تصل إلى المرأة في ولاية غرغول. هذه الولاية المتميزة بجمالها وبطبيعة إنتاجها، ولاية الضفة، عاصمة ولايات الضفة اللي هي كيهيدي. إذن هذا هو ما تميز به اليوم الحفل. حضر الحفل جمهور كبير. نعم. من ساكنة ولاية غرغول. هذا بالإضافة إلى وفد برلماني معتبر والعديد من المستشارين، الوزير الأول، مستشارات في رئاسة الجمهورية، بالإضافة إلى الوفد الحكومي المعتبر الذي جاء ليشاطر المرأة في غرغول هذا اليوم الكبير، وللتعبير أن الحكومة تتجه إلى المرأة إنما كانت في عقر دارها لتقدم لها المساندة والمناصرة. جيد. وتطلق لصالحها برامج هادفة. هذا من جهة. ومن نعم. سيد المدير نرجع لكم. سيد المدير لبعد المرأة وترقيتها في البرامج السياسية. نعم سيد المدير، ما زلنا نرجع لكم إن شاء الله للحديث الثاني المتعلق بتمكين المرأة والأهداف الرامي التي يسعى إلى تحقيقها القطاع من خلف من وراء هذه الإنجازات التي عددتم إن شاء الله. إذن مرحبا بكم مرة أخرى السيد المدير المساعد محمد الحسن. اليوم تحدثتم عن لا مركزية لهذه الاحتفالية المخلدة للثامن من مارس، وعن أيضا تكاتف جديد للجهود لأول مرة ما بين القطاعات، هو الأول من نوعه. نريد حديثا أكثر حول هذه الإضافات الجديدة للشكل الخارجي للاحتفالية. شكرا جزيلا. أنا بدوري أحيي المرأة وأعيد عليها المرأة الموريتانية والمرأة بشكل عام. شكرا جزيلا. أضم صوتي إلى السيدة المستشارة في تحية خاصة للمرأة في غزة، ما تعانيه من تجويع وقتل، المرأة البطلة الغزاوية، المرأة البطلة الغزاوية بشكل عام الغزاوية، مدها الله بالنصر والصبر. وتحية للنساء الموريتانيات المجاهدات في الريف،
أيضا بما في مشاهدات في كل موقع في كل موقع في الريف أساسا. بالعودة لسؤالك حول هذا التوجه الحكومي، هذا التوجه الجديد، التوجه الحكومي نحو الذي نعم يطبع هذه الاحتفالية، نعم نحو تضامن حكومي، تضامن أكثر وشراكة حكومية في مجال تمكين المرأة. هذه فعلا هي أول مرة يتم فيها هذا الزخم وهذا الكم من التدخلات، كما أسلف المدير العام آنفا إطلاق هذه التدخلات دفعة واحدة في, في, في نفس الوقت. هو بادرة طيبة وسنة حسنة. طبعا طبيعة الحال القطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة ليس أول مرة يهتم بالاحتفالية ويقوم بها بالريف، ولكن هذه المرة هي أول مرة يتم هذا الكم من التدخلات والبرامج التي توجه للمرأة. وأيضا هذا التوجه نحو شراكة حكومية، شراكة القطاع العام في مجال قضايا المرأة والطفل، قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة يسعى إليها في كل في في في, في مجال المرأة أساسا، وأيضا في المجالات التي المواضيع التي يهتم بها في مثلا الطفل والأشخاص المعاقين. وهو توجه لدينا لدى القطاع نحو شراكة أكبر في مجال الرفع من مستوى ترقية المرأة. هذه الترقية التي تأخذ أبعاد متعددة، سنتحدث عنها فيما بعد لاحقا، البعد الاقتصادي والبعد الحقوقي، المشاركة السياسية، وكذلك البعد الاجتماعي. هذه أبعاد لها دور في وهي الموجه الأساس في تمكين المرأة. جيد إن شاء الله. دكتورة زينة، طبعا الحديث كله ينصب نحو هدف موحد وهو تمكين المرأة. لنبدأ أولا مع ما هي الخطوة الأولى التي تعتقدون أنتم في القطاع أنه يجب البداية منها من أجل تحقيق هذا التمكين؟ شكرا جزيلا. تمكين متعدد، تمكين الاقتصادي والتمكين السياسي. التمكين الاقتصادي هو الأساس، لين يعود لين تعود المرأة ممكنة اقتصاديا، مستقلة اقتصاديا، يحصل مباشرة التمكين السياسي. يصبح التمكين السياسي خيار شخصي. عندها هي حرة رأيها، ترشحها، توجهها السياسي. وتعود من فم عادتية مثلا عادة تباطل واصلة سياسيا. من خلال هذا مجال التمكين السياسي يشتغل على القطاع والإرادة السياسية بصفة عامة لبلد ضرك متوجهة للرفع من المستوى الاقتصادي للمرأة في مختلف المجالات. إن كانت المرأة متعلمة، والله ما هي متعلمة، يوفروا المشاريع المدرر الدخل لجميع فئات النساء كلها حسب مستواها وحسب فكرتها هي اللي تقدر تنتج منها. لذا هذه برامج التمكين، ثم برامج التمكين للفتيات اللي يعودوا ما كملوا قرايتهم، يمكنوا عن طريق التكوين المهني ويعدلوا تخصصات يقدروا يدخلوا بها السوق، تعود الواحدة عادتية عندها نشاط ويمولها، تعود عادة مستقلة اقتصاديا. ذيك اللي ما واصلت قرايتها وشكت عن مثلا عنها نهاية الدنيا، لا أبدا، ينتشل هي القطاع من ذاك الإحباط لذاك وتكون في مجال تخصص تبقيه مثلا رايج في السوق ويمولها مشروع وتعود واصلت اقتصاديا. إذا عنها ما خسرت هي ذيك. إذا فهم بعض الاستراتيجيات الاقتصادية من تمكين جميع فئات النساء بصفة عامة. جيد. نعم تفضلي. نعم شكرا لك. تفضلوا لننتقلوا شورى المدير. هيك تسأل؟ لا لننتقلوا شورى المدير السالك. مرحبا بكم سيد المدير مرة أخرى، نعتذر عن المقاطعة ونعود لتكملة الحديث معكم حول الاحتفالية اليوم. تحدثنا عن جانب التوزيعات والمساعدات التي تم إطلاقها اليوم، تحدثنا عن الجانب الآخر الذي كنتم قد بدأتم في الحديث عنه.
نعم شكرا. نختار نقول عن الاحتفالية اليوم كانت تحت شعار خمس سنوات من الاستثمار في المرأة لصالح المرأة. وحقيقة اليوم كانت لنا فرصة لوقفة تأمل لمعرفة الوقوف على ما تم إنجازه خلال السنوات الخمس المنصرمة، وكانت النتائج حقيقة كبيرة ومشجعة في شتى المجالات. لأن قبل مجال المشاركة السياسية نشوف عن النسب مرتفعة جدا بالمقارنة مع ما كانت عليه المرأة في الحق في الفترة الأخيرة. اليوم قد نقول عن نسبة المشاركة السياسية للمرأة المعدل المركب يصل إلى 35% من الوظائف المنتخبة، سواء كانت في البرلمان أو في المجالس البلدية أو المجالس الجهوية. وهذه نسبة كبيرة بالمقارنة ما كانت عليه، وبالمقارنة أيضا مع بعض من البلدان التي تشبهنا بشكل كبير في على المستوى التنموي. في المجال الاقتصادي النتيجة أيضا ظهرت بأرقام كبيرة، حيث وجهت الحكومة خلال السنوات الخمس المنصرمة الكثير من البرامج التنموية التي تركز على الاهتمامات الاستراتيجية للمرأة، من حيث تمكينها الاقتصادي، من حيث ولوجها إلى وسائل الإنتاج، من حيث مساهمتها في الرفع من مستوى الدخل القومي للبلد. إذن هذه المؤشرات كلها أيضا تنامت وارتفعت بشكل معتبر خلال السنوات الماضية خمس. في المجالات الاجتماعية أيضا تم تنفيذ العديد من البرامج من أجل ترقية وحماية حقوق المرأة، ووضع الكثير من الآليات المؤسسية والإدارية والقانونية من أجل تنويع والتحكم في حماية حقوق المرأة وخلق لها السبل والطرق للوصول إلى حقوقها على أحسن وجه. هذا من جهة. من جهة أخرى في المجال الاجتماعي أيضا ظلت الأسر الهشة المتعففة التي تديرها السيدات موقع اهتمام من طرف جميع الهيئات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية، سواء كانت مفوضية التآزر أو مفوضية الأمن القضائي أو وزارة العمل الاجتماعي. تكلمت الأرقام عن آلاف الأسر التي تعيلها سيدات التي كانت موقع دعم ومؤازرة وتمكين نعم في المجال الاجتماعي. نعم سيد المدير، نرجع لكم ما زلنا إن شاء الله في مداخلة أخرى. ذلك ينتقل الشور سيد المدير المساعد محمد الحسن. الحديث عن تمكين المرأة له جانب طبعا سياسي واقتصادي وحقوقي واجتماعي. التمكين الاقتصادي ماذا قدم فيه قطاعكم خلال هذه الفترة خمس سنوات التي خلتم تحت شعارها هذا العام هذه الاحتفالية؟ شكرا جزيلا. هو الحقيقة السيد المدير العام قدم المحاور ما شاء الله، لم يبقي لي الكثير لأقوله، ولكن بالتفاصيل أنه بمجال التمكين الاقتصادي للمرأة قطاع شؤون الاجتماع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة باشر بإطلاق حزمة من المشاريع من البرامج الهادفة إلى هذا التمكين الاقتصادي أو الدعم الاستقلالية الاقتصادية للمرأة. هذه المشاريع والبرامج تتركز حول بعدين، البعد التكويني وبعد التشغيل الذاتي. طبعا بعد التكوين من خلال المركز الموجود لدى الوزارة لدى القطاع. هذا المركز مركز تمكين لترقية نسوية. هذا المركز تم الرفع من مستواه من مستوى الشعب التخصصات اللي تكون عليها، وكذلك عدد المراكز الفروع اللي تابعه. وهذا مكن من تكوين بضعة آلاف
من النساء والفتيات المتسربات من المدارس وأيضا ربات الأسر القادرات على الإنتاجية. هذا البعد التكويني، البعد التكويني تم فيه هذا في هذا المجال. طبيعة الحال فهم التوزيع الجغرافي أنه شمل كافة ولايات الوطن من خلال تكوين، من خلال إيجاد فروع أو من خلال تكوينات ما نسميه بتكوينات المتوسطة والمكثفة، يتم من خلالها اكتتاب أو يتم من خلالها تحديد النساء أو الفتيات القابلات للتكوين وإعطائهم دورات تكوينية في المجالات ذات الطبيعة الاقتصادية المنتجة في مشاريع المدراء الدخل، مشاريع المدراء الدخل محلية محلية أساسا في مجال أعطيك أمثلة في المجال في الفضاء الريفي، مجال البيطرة تسمين وبيع منتجات الحيوان طبعا هذا يراعي خصوصية كل منطقة، المناطق الزراعية تكوين في مجال الزراعة، في المناطق الاقتصادية ذات الطابع الاقتصادي كالصناعات وهذا التكوين في مجال الورش، ورش الفنية الإنتاجية. هذا الجانب التكوين هو جانب مهم في مجال تمكين الاقتصاد أيضا. نعم هناك مشاريع برامج تم إطلاقها في مجال مشاريع المدراء للدخل، فيها منها برنامج التمويلات المدراء للدخل لدى الوزارة، وتم من خلاله إعطاء آلاف القروض في خلال هذه السنوات الخمس خلال المأمورية، آلاف القروض لتمويل آلاف المشاريع المنتجة لصالح النساء. وهذه المشاريع هي مشاريع مهمة. اسمحي لي فقط، هناك أيضا مشاريع كما أسلفت السيدة المستشارة أنه طبعا طبيعة خصوصية كل منطقة، مثلا في المناطق الواحات في مناطق في أدرار مثلا وتقان تم إطلاق برنامج مخصص للنساء المنتج، النساء في المجال الزراعي. هذا البرنامج تم من خلاله في المرحلة الأولى بداية هذه السنة تم تمويل خلال الشهر الماضي أعتقد أنه تم تمويل 361 مشروع مدير للدخل في مجال الزراعة في أطار. هذه كلها مشاريع تهدف إلى تمكين الاقتصادي للمرأة، وأيضا هذا نعم في مجال من مستوى مشاركة المرأة اقتصاديا. نعم السيدة المديرة المستشارة، طبعا هذا هو مجالكم، مجالك أنت في الوزارة، هذه التدخلات الاقتصادية التي قامت بها الوزارة هل أتبعتموها ربما بمتابعة إحصائية لواقع المرأة اقتصاديا؟ هل لاحظتم ارتفاعا لمستواها الاقتصادي وتحسنا فيه؟ جزيلاً. بالرجوع للنسب اللي تكلمتوا عنها، التمكين السياسي في هذه الفترة راك قاعد مثل نتكلم معاك منه حتى غير حنا فاهم عنا من حنيني الاقتصادي جايت حنيني نقول لك النسب السياسية اللي قلتوا عنكم تختاروها بالنسب، فما نسبة 24% من أعضاء البرلمان. من رأي كان هذه النسبة كانت مطروحة أصلاً ككوتا، إنها يلا تم يوصلوا لها والله ما هي. هذه بعض ضركاتيها واصلين لها، هذه بعض شبه من اللي كانت عندهم. كانت عندهم 18%. هو مؤشر. هذه 24 هذا البرلمان. 24% وهم 37% من موظفين وكلاء الدول نساء. ونسبة 31% مجالس البلدية من المستشارين الجهويين. ونسبة 34 من المجالس البلدية و 10% من رؤساء مجالس الإدارة. هذه النسبة ما قد لاحظوها النساء في مجالس الإدارة سابق هذه الفترة، هذه الخمسية. وفهم رئيسة المجلس الجهوي الله يحفظها إن شاء الله، هي نواكشوط. وفهم هي الولاية الوحيدة اللي عليها سيدة نواكشوط. المشاركة السياسية ظرك في ظروف جيدة، ولكن المرأة تطمح للكثير، لكن هذاك ظروف مريحة. من رأيك كان نسبة الكوتا اللي معطية للمرأة ضركاتية في التمثيل في هذه المراكز السياسية كانها وارد عندكم أنتم المطالبة بزيادتها، ولا كانكم ظاهر لكم أنها كافية في هذه؟ نحن هون في هذا اليوم
نعدل وقف التأمل، نشوف اللي فتنا حصلنا عليه واللي قدامنا من التحديات واللي مازلنا نطمح له. نحن نطمح له الكثير، لكن بعد ذلك هذه النسب اللي عندنا نسب مريحة في الوقت الحالي، ونختار إن شاء الله تعالى المزيد. نعم، إذا نرجع فم في المحور الاقتصادي، باط في الاستراتيجيات اللي عدل القطاع، فم برنامج وطني للتعليم ما قبل المدرسي. هذا البرنامج الوطني عندهم اللي هو زاد دور اقتصادي للمرأة، به اللي يحرر وقت المرأة، يعطيها وقت لا ينحكم عنها، مشي الطفل شورى للروضة تجبر هي وقت للإنتاج. ذيك هم اللي إضافة، هم اللي أخرى عدلها القطاع بتعهدات هم اللي فخامة رئيس الجمهورية. إذا عنها هذه من بين أمور من بين أخرى من الاستراتيجيات. أما فيما يخص قضية النساء معدات الأسر والنساء الفئات الهشة بصفة عامة، القطاع يشتغل عليهم في جميع المجالات، يشتغل عليهم بحماية اجتماعية من ناحية الصحية. جميع النساء اللي عندهم المواطنين كاملين ولا سيما النساء منهم عندها مرض مزمن، عندها ذيك التحويلات المالية، ومنهم عندها لا قدر الله تصفية، عندها ذيك التحويلات المالية والأمراض الخطيرة الأخرى عندها تحويلات مالية، وعندهم موليش ينقال للمساعدة الاجتماعية للنساء للأسر اللي عندهم هشاشة. وفيهم اللي دراسة تعدل للنساء ميدانيا يشوفوا اللي عليات عندهم فكرة تعاونية، وماتي ذوك وماتي ما عندهم تمويل، ما عندهم مصدر، يقير عندهم فكرة الإنتاج يعدلوا لهم، يعدل لهم القطاع وعدل ذاك النهار ذي التمويلات اللي كان دكتور يتكلم لكم عنها سبقتها دراسة ميدانية. احتياجات المنطقة، احتياجات المنطقة، ويكان العليات يكانهم خاصهم التمويل، يكانهم عندهم إرادة للعمل، كانوا يقدروا يشتغلوا. ومن خلال ذاك عندنا قاعدة بيانات تعرف باطلة، من خلالها نعرفوا مثل الوضعيات الاقتصادية للنساء، وعندنا سجل النزاعات الأسرية للعليات اللي عندهم مشاكل في النفقة. نعم، ذاك هو المحور المتعلق بتمكين حقوق المرأة. هذا اللي خرصون نحن من ناحية الاقتصادية. سجل النزاعات الأسرية دائما للعليات اللي يظهروا فيه، دائما مولي هم زاد يستفادوا من يعتبروا بعض من المستهدفين من جميع هذه التمويلات اللي ذي، والدعم الاقتصادي كامل اللي واخذه عن طريق القطاع. وصفهم معيلات لهذه الأسر، والله وصفهم معيلات لهذه الأسر، وصفهم عادوا هالشبه اللي مرأة عندها تقريبا 3 أو 4 من تركيا هي المعيلة عليهم، تعتبر عنها وضعية هشاشة، هي من المفسبه اللي الأطفال قرأت المشوار. مستشارة هو من خلال دراسات اللي يتم إعدادها ومن خلال سجلات النزاعات الأسرية يلاحظ عن أكبر نسبة من الطلاق ناتجة عن جانب مشاكل اقتصادية والنفقة أساسا. وفي هذا الإطار هو اللي يجعل كما قالت المستشارة عن اهتمام القطاع ينصب نحو تمكين واستقلالية هذه النساء اقتصاديا من خلال أولا دعم المباشر من خلال نفقة عنهم، يعني فم صندوق منشئ عندنا صندوق النفقة، صندوق النفقة يتولى عبارة من هذه السيدات المتنازعات، هذه السيدات الرجال اللي ما يسدوا النفقة، لا يتم صندوق يسدد النفقة السيدة إكس، هذه يسدد لها النفقة ويتابع ذاك عن طريق الطرق الأخرى الأب إلين اللي يسددها، قد هو ما لا يسددها في الوقت وتعود هي مثلا حالتها ملحه يسدد لها الصندوق هذيك. نعم، هو هذه مهمه الصندوق، وان كان هذا الاجراء كان الصندوق جل تقنين ومؤسسته، والاجراء كان قائم انه القطاع يتولى النفقه ودعم هؤلاء النساء
هؤلاء النسوة بمبالغ تماثل النفقة اللي كان يلا يعطيهم الزوج بانتظار عن 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 تقبض انتم النفقة من عنده، تقبض مسار قضائي، مسار قضائي، مسار تحكيمي فعلا بمصلحة النزاعات الأسرية، تتولى عنها مصلحة النزاعات الأسرية، مصلحة النزاعات الأسرية، تتولى الصلح بين 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 الأزواج وإعداد هذا الصلح في إطار ودي. ولكن فهم المسار القضائي ايضا الى ما نجح المسار، مسار النزاع الاجتماعي يقبل المسار القضائي. ولكن في هذه الحالات كامله القطاع يتولى مؤازره النساء ضحايا هذه النزاعات الاسريه. هذا في الجانب، الجانب الاخر انهم عندهم اولويه ايضا في المشاريع المدره للدخل اللي نعدلوا نحن، وكذلك التحويلات الماليه المجانية. جيد، إذا نشرك معنا السيد سالك واللي جارب من مدينة كهيدي، طبعا مدير إدارة الدراسات والتعاون بالوزارة. سيد المدير، نواصل الحديث عن ما تقوم به الوزارة من جهود من أجل تمكين المرأة، ماذا تحقق في هذه المجالات التي تهتم بها الوزارة، سواء كانت متابعة ما تحقق لها سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا؟ شكرا. قبل المتابعة في هذا الموضوع نختار نذكر عن هذه الأبعاد اليوم تميز بها الحفل اللي تم إطلاقه اليوم من مدينة كيهيدي الجميلة عاصمة ولاية غرغول. هما الأبعاد هذه الثلاثة، هما أولا توقيع اتفاقية بين مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني مع نادي منظمات المجتمع المدني في ولاية غرغول. تضمن هذا الاتفاق شراكة قوية في مجال تعزيز قدرات المنظمات القاعدية العاملة في مجال حقوق المرأة والطفل والإنسان بشكل عام. إذن هذه كان نشاط متميز قامت به مفوضية حقوق الإنسان. أيضا فيه نشاط لا يقل أهمية وكبير، يشمل تكوين 67 من المستشارات في المجالس البلدية والمجالس الجهوية حول المشاركة في معالجة النزاعات الاجتماعية والمحلية. وهذا النشاط تقوم به وزارة الداخلية بشراكة مع وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، وستكون له بإذن الله نتائج معتبرة على أرض الميدان، من حيث أن تكون هؤلاء المستشارات في البلديات أو في المجالس الجهوية لهن أدوار أكبر في توجيه البرامج والسياسات والخطط التنموية المحلية. هذا من جهة. من جهة أخرى كان أيضا فيه نشاط أيضا معتبر موجه للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتركيز على الأطفال، وهو عملية تشخيص الأطفال المعوقين اللي عندهم إعاقات معقدة شوي. الوزارة عندها مركز يهدف إلى حصر جميع هذه الأطفال وفتح لهم مراكز في مختلف ربوع الوطن. إذن كل ما كانت الوزارة عندها نشاط كبير لا ممركز على المستوى المحلي، كل ما نزل معها هذا المركز ليقدم هذه الخدمات. إذن هذا بشكل عام. نرجع شوية على الصياغ العام، نختار نقول عن هذه السنة تخليد اليوم العالمي للمرأة جاء تجسيدا على أرض الواقع للإرادة السياسية السامية الكبيرة التي تميزت بها المواضيع الأهمية اللي تميزت بها المواضيع التي تهم المرأة خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال برنامج أولوياتي وأولوياتي الموسع. هذين البرنامجين تضمنا أبعادا متنوعة تركز على تمكين المرأة وعلى الرفع من مستوى العرض والطلب في المجالات الاجتماعية التي لها علاقة بشكل كبير بالمرأة والطفل والشخص المعاق. وهذه النتيجة، هذا الاستثمار تجلى من خلال تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية في عدة مجالات متعلقة بالمرأة، من بينها تمكين المرأة والرفع من مستوى حماية حقوقها، وتم إنجاز الكبير والكثير في هذا المجال. كما أيضا تم في مجال التعليم ما قبل المدرسة تعهد فخامة رئيس الجمهورية بتوفير 100 ألف مقعد
في التعليم ما قبل المدرسة لصالح الأطفال من الأسر الهشة، تم أيضا تنفيذ هذا البرنامج بنسبة معتبرة وله انعكاسات كبيرة على مستوى تمكين المرأة من حيث توفير لها وظائف العمل وتمكينها من حيث عطائها متسع من الوقت إضافي للإنتاج. إذن هذا له بعد كبير أيضا، ويلعب التعليم ما قبل المدرسة دورا كبيرا في توطيد الوحدة الوطنية من خلال تنشئة الاجتماعية للأطفال في سن مبكرة من العمر. إذن نعم. هذه الأمور كلها كانت تصب في هذه الإرادة السياسية الكبيرة التي تجسدت من خلال توجهات وتعهدات فخامة رئيس الجمهورية خلال السنوات الخمس المنصرمة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة ومن بينهم النساء، كانت هناك برامج كبيرة موجهة لهم، واستفادت المرأة المعاقة بشكل معتبر من تلك البرامج، كانت لها حصتها بشكل معتبر في هذه البرامج، سواء كانت البرامج المرتبطة ببولوج الشخص المعاق وتمكينه الاقتصادي وتمكينه الحركي، كانت المرأة لها مكانتها المعتبرة إنما كانت في ربع الوطن في جميع ولايات الوطن وفي جميع مقاطعاته وفي جميع البلديات. هذا أقوله أمام الجميع، ما فيه بلدية ولا فيه مقاطعة من موريتان ما استفادت منها المرأة المعاقة والشخص المعاق خلال هذه السنوات الخمس المنصرمة. نعم سيد، يسوى من خلال البرامج التي تنفذها وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة أو القطاعات الوزارية الأخرى ذات الصلة بالعمل الاجتماعي. نعم سيد المدير، باركاتي من زلنا لنا رجعوكم إن شاء الله في المداخلة الأخيرة، لأننا لهنا نختتم مع المحور الأخير. تفضلي دكتورة زينة، ما هي الاستراتيجية المطروحة مستقبلا للقطاع من أجل تنفيذها لمواصلة برامجه للنهوض بالمرأة؟ القطاع عنده عدة استراتيجيات للنهوض بالمرأة من خلال الاهتمام بجميع بتصنيف النساء جميع فئاتهم كلهم يشتغلوا ويشتغل القطاع على الرفع من مستواها من بحسب تصنيف كيف ما فتنا قلنا الفتيات كانوا متعلمة والله الفتيات يمكنوهم عن طريق التكوين والتمويل، السيدات الأخرى يمولوهم، النساء اللي عندهم نشاطات قائمة وأفكار رائدة يدعموهم، والشابات اللي عندها رياد رائدات الأعمال، الشابات اللي عندهم أفكار وعندهم علاقات داعمهم القطاع وشجعهم وعادوا خارجات ما شاء الله واصلات، وسيدات الأعمال اللي كانوا اللي سيدات أعمال كبارات ولكن عندهم اللي هم وزاد شو من العقبات إذا له القطاع من خلال اتصالات ولكن كان خاصهم هو يساعدهم فيه القطاع لين اللي يوصلوا. ولكن بعد كيف ما قال سيد المدير برنامج أولوياتي الموسع يشتغل على رفع سقف التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال هذه التمويلات اللي مهمة ومهمة جدا. جيد، إذا تفضلوا السيد المدير حول سياسات القطاع لنهوض بالمرأة. طبعا القطاع كما أسلفت السيد المستشارة لديه استراتيجيات وسياسات في مجال الاجتماعي عموما وفي مجال المرأة بشكل خاص. هذه الاستراتيجيات القطاع طبعا ضمن القطاعات الحكومية يدخل بإطار تنفيذ استراتيجية الدولة اللي هي الاستراتيجية نمو المتسارع والرفاه المشترك. هذه الاستراتيجية في المحور الثاني المخصص لرأس المال البشري، وهنا تندرج الجهود والورشات ضمن هذا المحور، واللي منها ورشات مهمة بمجال مجال المرأة سواء كما سلفنا التمكين الاقتصادي او مسألة الحقوق او كذلك من خلال التعليم. هذا محور، هذه سياسة تدخل في إطارها وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة. أيضا هناك الاستراتيجية الوطنية للترقية النسوية اللي هي يلا حالا في مجال التحيين والإعداد من جديد، وهناك أيضا مخطط كنا نشتغل عليه هو المخطط لخطة المرأة الريفية، هذه كلها سياسات وثائق استراتيجية يشتغل عليها القطاع. نعم.
إذن شكرا لكم السيد المدير. ننتقل إليكم السيد سالك الجيرب. السيد المدير تفضلوا، ما هي سياسات القطاع المستقبلية لمواصلة النهوض بالمرأة بسرعة في أقل من دقيقة لأن الوقت انتهى؟ في المستقبل القطاع ينوي أنه يرفع بشكل سريع وكبير مستوى مشاركة المرأة في مجالات الإنتاجية من خلال مؤسسة البعد ترقية المرأة وتمكينها على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، خاصة في قطاعات الاقتصاد الريفي، خاصة في مجال الزراعة، في مجال البيطرة، في مجال الثروات الطبيعية، في مجال ثروات الصيد البحري، وفي مجال الطاقات الشمسية والهوائية. إذن كل المقدرات الاقتصادية احنا نعمل من أجل أنها تكون للمرأة مكانة في سلسلة القيم، سلسلة في سلسلة القيم وفي مختلف الشعب التي هي واعدة في هذه المجالات كلها. وعليه فإن الوزارة اليوم مرتاحة كون بعد المرأة تم أخذه بعين الاعتبار بشكل متعدد القطاعات من خلال هذه اللجنة الوزارية التي ترأسها معالي وزير الأول، والتي أشرفت على إعداد وتوجيه هذا البرنامج الاحتفالي للثامن من مارس 2024 الذي تميز بإرساء أبعاد متعددة في العمل الحكومي تتوجه لصالح المرأة، يسوى في مجال التعليم، يسوى في مجال الصحة، يسوى في مجال الاقتصاد، يسوى في مجال الحقوق، يسوى في مجال الحماية الاجتماعية. نعم. إذن هذه الأبعاد كلها أعطتها الحكومة هبة وبمستوى كبير من التنسيق والتناقم والتشاور. نعم، إذن شكرا لكم سيد المدير، واضح، شكرا. إذن في ختام الحلقة الاستثنائية من برنامج هذا المساء التي خصصناها للحديث عن سياسات القطاع، قطاع العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة من أجل النهوض وتمكين المرأة، في ختام هذه الحلقة تقدموا بالشكر الجزيل للدكتورة زينة منت محمد رمين المستشارة الفنية المكلفة بتمكين الفئات الهشة بالوزارة. شكرا لك. شكرا لك سيد المدير، مدير إدارة الدراسات والتعاون والمتابعة السالك والجارب الذي كنت معنا من مدينة كيهيدي. شكرا لكم سيد المدير. شكرا لكم سيد المدير المساعد محمد الحسن والسجاد المدير المساعد لإدارة الدراسات والتعاون والمتابعة بوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة. إذن شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة.